جيراني الجزء الثالث نزلت ونزلناها يا جدعان، هسيب لكم رابط اللعبة تحت في الوصف يا جدعان، ما تنسوش تشتركوا في القناة يا جدعان. تعالوا تعالوا، أقوى لعبة رعب يا جدعان، وشكلها كمان متحدثة جامد، يعني الجرافيك اللي فيها عالي. العربية قدامنا هي، اتفرجوا يا جدعان. يا وكمان معلقة كاميرات، يا سلام يا سلام، يا العربية دي اتبهدلت جدا يا جدعان، أيام والله، ياما اتخبطت بيها، ياما كنت أدوخ عشان أدوره في الآخر يركبوا العربية يحطوني في الجراج واضرب ياكلوني بالعربية. حلو إن هي ولعت العربية. ايه ده، الرعب مش من الأول كده يا جدعان، واحدة واحدة، احنا لسه بنقول يا هادي اهي، بس داخل وحافظ العربية. نخش بيت جيراني، جيراني سري، يا سلام، مين ده؟ باه، ده انا فاكرك صاحبي، تصدق انت طلعت غبيلة، طلع غبيلة لمين؟ نبدأ على بركة الله، يلا الاحتراف حلو يا جدعان، الاحتراف حلو يا جدعان، خلينا دايسين عليه لحد ما يملى الشريط. ملى الشريط، يفتح على طول، افتح يا أسطورة. اوب، هنا عايز يقفل، عايز مفتاح، هنا أهم حاجة عصاية، يبقى هنا في مكان بنعديه بالعصاية. طيب عشان احنا بس في الانجليزي ضعاف جدا يا جدعان. هيكل عظم، هيكل عظم، هيكل عظم، العروسة دي كانت بتعمل ايه الجزء الأول؟ ما نخافش يا جدعان، ما نخافش. وسن وسن اوبا اوبا، جاي جري، جاي جري، اوبا اوبا، اقفل 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 يا ربي. ايه ده؟ اوبا اوبا، ارجع 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 ارجع، يا ربي ما يشوفني يا جدعان، انا ودي الشريحة التانية، لو شافني ادوني اشارة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، الحمد لله ماشي. كان هيوط ويعمل لك باه. بص، سامعين الصوت يا جدعان؟ سامعين الصوت يا جدعان؟ بتقول لي اطلع يا حسين. طلعت تحت، طلعت تحت تحت تحت، طلعت. يا سلام يا سلام، والله لعبة حلوة يا جدعان، لعبة حلوة، ومش عارفين نحل فيها أي حاجة، بس أوعدكم يا محلينا الألعاب التانية، مع حسين أسطورة مفيش ماسورة. حلو المثل ده، مفيش 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 مفيش، دور 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 دور، يا ساتر، التليفون بيتهز ليه؟ احنا أصير رعب يا جدعان، طلعنا برا يا جدعان، طلعنا برا. ايه التوبة دي؟ يا الله يا الله يا الله يا الله، الحمد لله. يبقى دي بتطلع بتعمل لك وشها كده، بترعبك بس بتخضك، بتخضك، عرفنا كده. واحد واحد بيديك بالمسدس. طب ايه؟ والتاني بيجي بالشومة بيديهالك في دماغك، والتالت بيرعبك ويقعد يهز الموبايل، يعني لو والله بتخض يا جدعان، والله بتخض. بس كده احلى حل، اللي يلعب جراني يقفل على نفسه الباب.
ما يخشش درج درج أوبا درج، دي حاجة بتقعد تلف بيها. ماشي، فين بس كده، قلت بالشكل الحتة التانية. غمض عينيك، أنا مش هنا، إحنا مش هنا، إيه ده الباب مفتوح. يا ساتر، ايه الزرار الأحمر ده؟ يعمل ايه الزرار ده؟ ايه معناته؟ ندوس عليه كده. اسانسير. طب كويس كويس، في الحالة دي يا جدعان بنعمل ايه؟ الاسانسير اللي زي كده نخش كده، ده مش هينفع ندوس عليه. بنطلع الدور الاول والتاني. ماشي كده، انا فهمت كده خلاص. الالغاز دي سهله بالنسبه لنا. بص، نستنى الاسانسير. يلا رفعنا الدور الاول. ده موتني يا ربي.